شيخ عفوا فيها قلة الصدقة يا شيخ. نعم قلة الصدقة. البعض يقول أنا لا أتصدق إلا إذا كان عندي مال كثير، صار تاجر مثلا. أي نعم. وبعضهم يقول لا أنا أتصدق حتى وإن كان ماله قليل. هو هذاك القائل الأول مسكين ما يدري أن الصدقة تجلب البركة وتطرد المصاريف الفائضة، ما يدري. فهمت ولا لا؟ ولذلك بعض الناس الآن عندما تقول له الزكي يقول وش عندي؟ صحيح عندي 80,000 يا ابن الحلال، زكى على فلان وفلان اللي عنده. يا أخي إذا جاء عندك 2000 زك، صحيح مو ب80,000 زك. ترى إذا ما زكيت تكون وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى بالخلف، ها؟ فسنيسره للعسرى. انفع نفسك، ترى المال اللي ترسله للآخرة هو مالك. يا سلام. والمال الذي يبقى مال غيرك يأكله الورثة. انفع نفسك. رب العالمين ينبهنا على هذا ويقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله، استغفروا الله. والبركة أحبتي في الله ينزعها عمل الإنسان السيء في البيوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة، للكسب ممحقة للبركة للكسب. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء.